أهلا بكم مشاهدينا. إنه يوم القدس العالمي، اليوم المختلف هذا العام. أمة الأحرار تحييه منذ عشرات السنين. بات يوما لاحتضان القدس بالإيمان في يوم الجمعة الأخير من شهر الإيمان في رمضان، ويوما لنصرة القدس بالتعبئة لتجذير ثقافة المقاومة ودعم أي مقاومة لتحرير القدس. إنه يوم القدس العالمي. هو هذا العام ليس كأي عام، مختلف في الواقع والميدان، مختلف لدى الأمة وأحرارها، ومختلف بأولوياته وتحدياته. القدس تبقى القدس بأقدس مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بأنبل مال البشرية من قناعات إنسانية وآفاق ربانية. القدس اليوم بهذه الروح إذن هي غزة، بل العالم كله اليوم هو غزة. إنه يوم القدس العالمي. أيا غزة المقاومة والثبات والصمود، أيا غزة الشعب الصابر القوي العزيز، أيا غزة المظلومية التاريخية غير المسبوقة على مرأى من العالم كله، أيا غزة المنتصرة بالقسام والسرايا والكتائب وكل الشرفاء الشجعان، أيا غزة المنصورة بالحلفاء الأوفياء وجبهات الإسناد بالسلاح في كل ساح، أيا غزة المخذولة بأعراب الجبن والتواطؤ والخذلان، أيا غزة المتروكة بنفاق النظام الدولي القاتل وأمم متحدة عاجزة بفيتو القتلة. إنه يوم القدس العالمي. طوفان الأقصى غير فلسطين وغير مشاعر الأمة العربية والعالم الإسلامي، واستعاد فلسطين القضية حتى وأن قمعها الاستبداد وكتم أنفاس جماهيرها. طوفان أنتج طوفان الأحرار ليستنهض عالم الأحرار في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب. طوفان الأحرار هذا هو اليوم ومنذ البدء في الشوارع منددا وفي الساحات متضامنا وبالأقلام محتجا وعلى الهواء في الإعلام للحقائق كاشفا ومعبئا. إنه يوم القدس العالمي. هو اليوم غير كل يوم، من طوفان الأقصى المحرر إلى الرد المرتقب على جريمة الغدر لقنصلية طهران في دمشق، مرورا بأبشع جرائم الحرب الإسرائيلية التي عرفها التاريخ في غزة، وكذلك بصورة إسناد عملية لا إنشائية لجبهات الأحرار الأوفياء. طوفان الأحرار يحيى هذا اليوم في سجل الشرفاء بالعزة والكرامة. إنه يوم القدس العالمي. إسرائيل كعادتها تتبختر بسادية القتل وفنون التدمير، تكذب بإعلام تابع يكره العدالة ويعشق الارتواء بالدماء في عتمة الارتزاق والنفاق. إسرائيل ككل يوم تتباهى بدعم قوى الظلم العالمي ولا تبالي. إسرائيل وإن أبادت وحطمت فهي خسرت كل معاركها منذ الطوفان ولو كابرت. إسرائيل اليوم تترقب وترتجف. إنه يوم القدس العالمي المختلف هذا العام. أهلا بكم من جديد، ونرحب بضيفنا في الاستوديو. معنا الأستاذ علي فيصل، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ضيفا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ علي. طبعا سينضم لنا ضيوف وشبكة مراسلين أيضا، ونحن بتغطية مباشرة مشاهدينا لفعاليات يوم القدس العالمي في مختلف العواصم التي ستشهد إحياء لهذه الفعالية. ولو نبدأ بالسؤال البديهي أستاذ علي، يوم القدس العالمي هذا العام مختلف نتيجة العدوان الكبير على غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، كيف يمكن أن نصف أهمية ورمزية هذا اليوم في هذا الظرف؟ تحياتي لك ولأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وشهداء المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، والتحية موصولة لشهداء إيران الذين سقطوا بالأمس نتيجة عملية غدر جبانة، لكن سقطوا على طريق القدس وفي إطار فيلق القدس، وهو موقف نبيل يسجل للجمهورية الإسلامية في إيران التي أيضا من خلال إمامها الخميني أطلق هذا اليوم العالمي، لأنه أدرك مكانة القدس واستراتيجيتها وباعتبارها القضية المركزية في المشروع الوطني الفلسطيني وفي النضال التحرري الفلسطيني.
وهذا العام نحيي يوم القدس وغزة تواجه مشروعا تاريخيا للحركة الصهيونية، مشروع يهودية الدولة ويهودية الأرض ويهودية العاصمة، مشروع الإبادة الجماعية، مشروع إبادة الشعب الفلسطيني والتنكر لوجوده وهويته وكيانيته. وبالتالي صوت القدس اليوم يصدح من غزة ويصدح من كل ساحات العالم، فالقدس الآن هي قضية العالم، وبالتالي أبناء القدس يحيون هذا اليوم من خلال الصلاة في المسجد الأقصى ومن خلال التحركات الجماهيرية الحاشدة أينما تواجد الفلسطينيون، أينما تواجد حر في هذا العالم وفي قلب إيران وفي قلب كل العواصم بما فيه في أمريكا وأوروبا، لأن القدس وغزة صنوان لقضية واحدة، قضية فلسطين. وأيضا القدس خاضت نضالا من أجل الحفاظ على هويتها وعروبتها ومكانتها الدينية والإنسانية في الهبة في الانتفاضة الثانية، حيث واجهت زيارة شارون وأطلقت انتفاضتها الكبير، وفي الهبة الأولى والهبة الثانية حيث قاومت الكاميرات الإلكترونية وقاومت مشروع تقسيم الزمان والمكان للمسجد الأقصى وتحافظ على هوية هذه الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية. أيضا القدس كانت مكانا لهبات متواصلة سواء في باب العمود أو حي الشيخ جراح في مواجهة عمليات تهويد وعمليات تهجير وعمليات الاقتلاع، وكانت أيضا مبعثا لمعركة تاريخية هي معركة سيف القدس التي وحدت ساحات نضال الشعب الفلسطيني ومكوناته في غزة وفي الضفة وفي المناطق المحتلة عام 48 وفي مناطق اللجوء والشتات، وأيضا أطلقت وحدة جبهات المقاومة على امتداد هذه المنطقة. واليوم القدس هي التي توحد كل حر في هذا العالم لأنها جوهر المشروع الوطني وعاصمة دولة فلسطين وعاصمة الأحرار، وهي بالتالي اليوم القدس نعيش طوفانها وفي كل مساحات هذا العالم وكل فضاءات العالم في إطار معركة طوفان الأحرار التي لن تنتهي فصولا إلا بإنهاء هذا الاحتلال والاستيطان وكسر شوكته في قطاع غزة. والمقاومة أثبتت جدارة كبيرة في معركة طوفان الأقصى حيث أنزلت هزيمة بالنظام ومنظومته الأمنية والعسكرية وهزت أسس وأركان النظام وهوية هذا النظام الصهيوني المتغطرس. رغم كل هذه الآلام شعبنا في غزة أيضا سطر ملاحم بطولية كبيرة، وأقول أنه لو الذي حصل لغزة حصل للولايات المتحدة الأمريكية أو للكيان الغاصب لكان في حكم التاريخ المنسي، لكن هذا الشعب يتمسك بأرضه يثبت في أرضه يواجه ببسالة وبملحمة تاريخية وبقصة تاريخية أثبتت صحة الرواية الفلسطينية بالدم الأطفال وبدم النساء والرجال. ولذلك نحن نحث الخطى في طريقنا إلى القدس حتى تتحرر وتصبح عاصمة محررة لدولة فلسطين المحررة. خصوصا طوفان الأقصى أعاد القضية الفلسطينية من جديد إلى صدارة الاهتمام الدولي. نرحب الآن مشاهدينا بضيفنا الآخر الذي انضم إلينا من بغداد، وهو الأستاذ هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور هاشم. وكما كنتم تتابعون على الشاشة قبل لحظات، نحن ننقل لكم صور مباشرة من أكثر من مكان، من المسجد الأقصى حيث تحيا الطقوس، طقوس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أيضا من إسلام أباد فعاليات يوم القدس العالمي، ومن من العاصمة الأردنية عمان هذه التظاهرات الكبيرة أيضا كالمسجد الأقصى، الصلاة تحيا في هذا اليوم. الآن سنذهب إلى مراسل الميادين في غزة في رفح، الزميل أكرم دلول. أكرم، إذن حجم التضامن كبير مع أهالي غزة في فعاليات يوم القدس العالمي، كيف تبدو الصورة لديك؟ وأيضا ضعنا بصورة آخر المعطيات والتطورات الميدانية لديك لهذا اليوم، تفضل. محمد، يوم القدس بالنسبة لأهالي غزة له كثير من الأهمية على اعتبار أنه يجسد التوق الكبير لتحرير الأقصى وهي القبلة الأولى للمسلمين، ويوم القدس لطالما أحياه الفلسطينيون تحديدا في غزة بمظاهرات بمسيرات بوقفات تؤكد كلها
يعني الصمود والتحدي واستمرار المقاومة بكل أشكالها وصولا إلى التحرير. الفلسطينيون بالتأكيد يطوقون للحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعتبرون مجرد إطلاق يوم القدس العالمي ليكون مناسبة لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الإسرائيلية بحق هذا يعني أمر مهم جدا. هم كانوا يعني يأملون بأن يحيوا هذه المناسبة هذا العام كما أحيوها في السابق، ولكن تداعيات هذه الحرب المدمرة والعدوان الإسرائيلي قلبت الأمور رأسا على عقب. عموما أهالي غزة تحديدا بالتأكيد كلهم الآن عيونهم شاخصة نحو الميادين في العواصم الإسلامية والعربية وحتى في الدول الأوروبية التي يخرج فيها أحرار العالم تنديدا بهذه الحرب وهذا العدوان ونصرة للحقوق الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي. الكل إذن يعني يعتبر هذا اليوم يوما مهما، الكل يطالب بتوسيع دائرة الحراك العربي والإسلامي والعالمي نصرة للقضية الفلسطينية ولمواجهة حرب الإبادة والانتقام والتجويع التي تصعدها إسرائيل بحق العزل هنا في قطاع غزة. بالمناسبة محمد، الفصائل الفلسطينية كافة أصدرت في الساعات الماضية بيانات تشيد فيه يعني الحراك الذي سيتخلل يوم القدس العالمي، وتطالب بتوسيع هذا الحراك كما أشرت ليطال كل الميادين في الدول العربية والإسلامية وحتى في الدول الأوروبية، ليقول لإسرائيل كفى على اعتبار أن إسرائيل تجاوزت كل المحرمات وتعدت على كل القوانين الدولية والإنسانية وحتى السماوية، حيث أنها لم يعني تدع أي جريمة حرب إلا وقد ارتكبتها واقترفتها بحق الأبرياء العزل هنا في قطاع غزة. هذا إذن بالنسبة لمتابعة الفلسطينيين ليوم القدس العالمي ونحن في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في ظل هذا العدوان. أما فيما يتعلق بالأحداث وتطورات الغارات الإسرائيلية محمد، تواصلت ولا زالت تستمر على مختلف أرجاء قطاع غزة، تستهدف بين الفينة والأخرى هذه المحافظة أو تلك 5 مجازر بحسب وزارة الصحة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات في الساعات 24 الماضية. راح ضحية هذه المجازر 54 شهيد، هؤلاء فقط من وصلوا إلى المشافي، بمعنى أن هناك أعداد ربما تكون أكبر من الشهداء لم تصل إليهم سيارات الإسعاف نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر. في آخر الغارات الإسرائيلية قبل قليل في مخيم النصيرات تم نقل 3 من الشهداء نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل، هذا المنزل كان يأوي نازحين من سكان مدينة غزة من عائلتي البورنو والشرفة. الحديث يدور عن أعداد من الشهداء ما زالوا تحت ركام المنزل المدمر. الشهداء نقلوا أشلاء ممزقة إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، فيما ينقل الآن عدد من الجرحى والمصابين. القصف الإسرائيلي بالتأكيد بالمدفعية استمر على المحافظة الوسطى وعلى خان يونس التي تتعرض فيها مزيد من الأحياء السكنية للتدمير، وكذلك على رفح. أما مدينة غزة التي حاولت إسرائيل الفاشلة في الميدان أن تنتقم منها ومن أهلها الصامدين في الساعات الماضية، لا سيما بعد الرشقات الصاروخية الكبيرة التي قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية الواقعة فيما يسمى بغلاف غزة، هذا الانتقام الإسرائيلي كان واضحا عبر أحزمة نارية وغارات جوية وأيضا قصف من المدفعية وحتى من الزوارق الحربية. استمر طوال الليل على مدينة غزة واستهدف أكثر من مكان وأكثر من منطقة، والنتيجة بالتأكيد كانت شهداء وجرحى. في شمال القطاع القصف الإسرائيلي كذلك لم يتوقف. كل ذلك يأتي بالتأكيد محمد في غمرة مأساة وكارثة إنسانية، وإن حاول الاحتلال ومن خلفه الإدارة الأمريكية أن يجملوا هذا الواقع المأساوي الكارثي في ظل حرب التجويع الممنهجة، إلا أن يعني الأحاديث الأخيرة عن توسيع دائرة المساعدات إلى غزة وتدفق هذه المساعدات إلى شمال القطاع ووسطه وجنوبه، هذا كله يبقى مجرد ذر للرماد في العيون. أهالي غزة يطالبون بوقف فوري لهذه المحرقة ولهذه الحرب، ومن ثم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وانسحاب جيش الاحتلال، وكذلك تدفق أكبر للمساعدات على الأقل بما يسد رمق العائلات الجوعى. ونحن نتحدث عن أن أكثرية أهالي غزة يعانون التجويع بغض النظر عن كل ما يشاع هنا وهناك بشأن توسيع دائرة إدخال المساعدات إلى غزة.
شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسل الميادين في غزة على هذه المعلومات. ونتحول مباشرة مشاهدينا إلى مراسل الميادين في إسلام أباد في باكستان الزميل بكر يونس أيضا، ونحن نشاهد هذه الصور تأتينا من هناك من إسلام أباد، حيث هذه يعني هذا الخروج للمواطنين أحياء لفعاليات يوم القدس وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية. معك الآن بكر يونس، تفضل. نعم، لازال المواطنون الباكستانيون يتجمعون بشكل كبير حقيقة في الطرق المؤدية المؤدية إلى الحي الدبلوماسي في باكستان. هناك تجمعات يبدو أنها متواصلة. الشرطة الباكستانية كانت قد منعت المواطنين من التحرك في هذا الشارع وأمرهم بالتوقف في منطقة بعيدة منه، لكن يبدو أن هناك زخم كبير وهناك عدد كبير من المواطنين المشاركين في هذا اليوم والمصرين على التحرك للوصول للمنطقة التي تعتبر منطقة دبلوماسية ومنطقة حساسة وأمنية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. هناك تحرك متزايد من المواطنين حتى الآن، وهناك دعوات يعني يبدو أنها متوالية من المواطنين بتحرك الجيش الباكستاني وتحرك الحكومة الباكستانية وتحرك دولي لوقف العدوان على غزة بشكل فوري وحاني. هناك عدد كبير حقيقة من الأحزاب المشاركة من مختلف الأطياف الباكستانية، من مختلف الأحزاب السياسية. نعم. كان هناك دعوة فقط من الجماعة الإسلامية، لكن الآن أصبح هناك تجمع من عدد من الأحزاب. الموضوع يبدو أنه نوعا ما خرج عن السيطرة حتى الآن. المواطنون من مختلف الطوائف، من مختلف الأطياف السياسية، من مختلف المناطق وصلوا إلى هنا معبرين ومشاركين في يوم القدس. الكل يرفض العدوان على غزة، الكل يتضامن مع غزة، الكل يتضامن مع فلسطين، الكل يرى بأن القانون الدولي بالفعل سقط ولم يستطع حماية المدنيين، ولم يستطع حماية حقوق الفلسطينيين، ولم يستطع حماية نفسه من السقوط، وبالفعل سقط. والآن نرى عجرفة ونرى استعلاء إسرائيلي ونرى يعني نوع من الهمجية الإسرائيلية التي الآن تمارس بشكل متواصل على فلسطين في غزة. ولذلك يرى المواطنون بأن لابد أن يكون هناك تحرك فوري قوي دولي وأيضا باكستاني وإسلامي وعربي لوقف العدوان على غزة، وأيضا محاسبة المعتدين ومحاسبة الكيان الإسرائيلي الذي يقوم بهذا العدوان والذي يقوم بعملية الإبادة في غزة، وأيضا لمحاسبته على كل الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين منذ احتلاله فلسطين عام 48. مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، وبالتأكيد نحن سنتابع هذه التظاهرات وهذه الحشود التي تتوافد سواء في إسلام أباد أو في عواصم ومدن أخرى بهذه التغطية المفتوحة من الميادين. الآن إليك الدكتور هاشم في بغداد، أهمية هذا اليوم يوم القدس ورمزية هذا اليوم عراقيا لجمهور المقاومة في العراق، خصوصا وأنه بغداد باتت من العواصم الرئيسة التي تحيي هذا اليوم بأعداد كبيرة من المتظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية إلى كل من يحيي هذا اليوم نصرة لفلسطين ولأهل فلسطين، وتحية إلى ضيوفك الأكارم. حياك الله. يوم القدس منذ انطلاقه بعد انتصار الثورة الإسلامية في الأسابيع الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، وعندما أعلن الإمام الخميني، كان واحد من أهم الأهداف لهذا اليوم هو إحياء هذه القضية التي كان يراد لها أن تنسى بعد اتفاقية كامب ديفيد. وأيضا أراد الإمام بإعلان يوم القدس العالمي أن يجعل من هذه القضية وهذه المظلومية هي قضية إنسانية. البعض أرادها أن تحصر بأن تكون فلسطينية وحتى أن تكون عربية، وهذا ربما ما سبب لها الكثير من الانتكاسات وأبعد عنها المناصرون والمؤيدون. وكان أيضا من أهم الأمور هو أن يكون هنالك إحياء أيضا للأمة في المطالبة بهذه الحقوق والانتصار لفلسطين، وأن يكون هنالك شعار يؤدي إلى الاقتدار، وأن يكون هنالك شعور يتحول إلى حضور. وهذا لعله ما تحقق تحديدا هنا، نتحدث الآن عراقيا. نعم. استلهام يوم القدس ورفض الظلم ورفض الاستبداد ورفض الاستكبار كان حاضرا عند
العراقيين برفضهم للاحتلال وأيضا بتحويل شعار رفض الظلم إلى اقتدار عراقي كان هو مقاومة طردت الاحتلال الذي كان ولا زال، نتحدث عن الاحتلال الأمريكي ودور أمريكا الذي كان ولا زال هو المساند وأيضا هو الداعم للعدوان الصهيوني وللاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وهذا الأمر أيضا تحول من الشعور إلى الحضور عندما حققت المقاومة الإسلامية العراقية الحضور الواضح والبارز في وحدة الساحات وكانت منتصرة وناصرة للفلسطينيين والفلسطين في أنها ضربت من يدعم الصهاينة بقواعدهم ومقراتهم وأجبرتهم على أن يغيروا من مواقف الدعم المعلن الاستعلائي والاستكباري للصهاينة القتلة والمشاركة المباشرة في إدارة الحرب وأيضا في دعم الصهاينة. والآن أيضا المقاومة الإسلامية العراقية هي تضرب الكيان في مستعمراته في مطاراته في قواعده، وهي أيضا هذه نقطة مهمة دكتور هاشم. طالما أتيت على ذكر المقاومة بخصوص جبهات الإسناد ومنها الجبهة العراقية والجبهة اللبنانية والجبهة اليمنية، هناك شيء تميزت به الجبهة العراقية، استهدفت القواعد الأمريكية المصالح الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا، ربما فسر في البدء من قبل البعض أنه قد لا توجد إمكانات كافية أو متوفرة لاستهداف عمق فلسطين المحتلة وعمق الكيان، لكن فيما بعد تبين أنه للمقاومة العراقية إمكانات بالوصول إلى إيلات وإلى مختلف المناطق في فلسطين المحتلة. إذن كانت العمليات هي ضد المصالح الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في آن واحد. لماذا هذا الأمر؟ نعم، أولا دعني أجاوب على ما ذكرته بأن البعض كان يتصور أن هنالك ضعف في الإمكانيات. حقيقة الأمر ومن خلال معرفتنا ومتابعتنا لعمل المقاومة الإسلامية العراقية هي دائما لا تستخدم كل قدراتها، وهي عندما تستخدم سلاحا معينا فإنها تمتلك ما يفوق هذا السلاح ولكنها تدير الحرب مع العدو بطريقة استراتيجية، وهي دائما ما كانت تعلن بأنها قادرة على أن تصل إلى العدو حيث ما كان. ولعلي هنا أيضا أذكر وأستذكر مع الجميع أن المقاومة الإسلامية العراقية قالت بأنها قادرة على أن تضرب أهداف العدو ليس فقط في الموانئ وإنما حتى أهدافه في البحر الأبيض، وهذا الأمر وعد وينفذ في حين عندما يتطلب هذا الأمر. أما بما يتعلق بضرب الأمريكان، كان هذا الأمر انتصارا لفلسطين لأن الأمريكان دخلوا بشكل علني وسافر، كانوا يدعمون العدو في عدوانه على غزة، وحضور الرئيس الأمريكي ووزير خارجية أمريكا وتصريحاتهم التي كانت هي تصريحات غير مسبوقة في دعم القتلة وفي دفعهم إلى مزيد من الجرائم. وأيضا المشاركة المباشرة للأمريكان كانت توجب تدخل مباشر وأيضا حضور فاعل للمقاومة الإسلامية العراقية، واتخذت أولا من ضرب القواعد الأمريكية التي كانت تقدم دعما لوجستيا ومساندة معلوماتية للكيان الإسرائيلي، وحققت المقاومة الإسلامية أهدافها بأنها غيرت من خطاب الأمريكان الذين كانوا يدفعون إلى اجتياح بري وكانوا يدعمون مزيد من الجرائم، بل كانوا يروجون للجرائم. ونتذكر جريمة قصف المستشفى الذي أنكره الأمريكان وحاولوا أن يغطوا على جرائم الإبادة الصهيونية. والمقاومة الإسلامية أيضا بضرباتها استطاعت أن تجعل من الأمريكان يتحولون، حتى تغيرهم من استخدام الفيتو في منع قرارات أممية تصدر لإيقاف العدوان إلى الآن الأمريكان لعل خطابهم الآن هو يشير بشكل
واضح إلى أنه لابد أن تتوقف هذه العدوانات الصهيونية كما يحصل الآن من تصريحات بايدن أو حتى تصريحات ترامب الذي قال بالأمس أنه لابد أن نذهب إلى السلام وأن تتوقف عمليات القتل. هذه كلها ما كانت لتحدث لولا أنه الأمريكان يستشعرون هنا. تقصد دكتور تقصد الاتصال الذي حدث بين نتنياهو الفلسطينيين والرئيس بايدن، وكان قاسي كما وصفت أو وصفته وسائل إعلام إسرائيلية على إسرائيل. سنعود لك دكتور هاشم، نتابع مشاهدينا هذه الصور التي تأتينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، وهذه التظاهرات الكبيرة في جمعة الغضب والتي تأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. احنا جايين ومن الأردن احنا جايين ومن مصر احنا جايين ومن لبنان احنا جايين ومن كل مكان احنا جايين وبنستدرابك فلسطين أنا دجيب جمعة الغضب. بالعودة لك أستاذ علي فيصل، يعني وأنت تتابع يوم القدس العالمي ومن يخرجون عموما في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وأهمية القدس لدى الشعوب العربية، لكن هذه الأهمية لا تترجم في السياسة من قبل الأنظمة العربية، كيف يمكن أن تفسر هذا بعد كل هذه السنوات أو هذه العقود والشعوب تطالب بالقدس لكن ذلك لا يترجم سياسيا؟ واضح أن النظام الرسمي العربي في مكان آخر، الجزء الأكبر منه أصبح في علاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني، وجزء آخر يمتهن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويعتقد أنها الحامية الأساسية له ولنظامه، والجزء القليل منه من ينخرط في الدفاع عن قضية فلسطين ويتحمل أعباء هذه القضية اللي هي سوريا والجزائر وتونس والكويت، لكن الرهان دائما على الشعوب العربية، على حركة الشعوب العربية الضاغطة على هذه الأنظمة من أجل إباحة الديمقراطية بينها وبين مختلف مكونات الشعب، وأيضا قطع هذه العلاقات الدبلوماسية وإقفال السفرات وطرد السفراء الإسرائيليين، لأن دماء أبناء غزة وأطفالها ونسائها وأشلائها رفعت البطاقة الحمراء لهذه السياسة التي تدعم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأن المخطط القائم هو مخطط بناء شرق أوسط جديد، كما قال نتنياهو أنه يريد من بوابة غزة أن يولد معادلات جديدة ونظام جديد، فشل في تطبيقه في عام 2006 في جنوب لبنان وأيضا في عام 2014 في غزة وأيضا في معركة سيف القدس فشل، والآن هو يفشل لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضررت وضربت ضربة استراتيجية من خلال معركة طوفان الأقصى وصمود غزة، لأن نفوذها يتراجع ويتآكل في هذه المنطقة، وأتت بكليتها من رئيسها إلى وزرائها إلى جنرالاتها وهم يتواجدون في غرف عمليات الجيش الإسرائيلي، وأتت في بوارجها وتعتدي على شعب اليمن الذي قال أن معادلتنا هي الحصار بالحصار، وبالتالي بقرار جريء الشعب اليمني يواجه هذه البوارج ويواجه النفوذ الأمريكي، وأيضا المقاومة في العراق تواجه الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، وأيضا طورت من إمكانياتها باتجاه فلسطين المحتلة، والمقاومة لبنان يعني وضعت الاحتلال الإسرائيلي أمام معادلة أننا أصبحنا نفقد الشمال. بايدن وبخ نتنياهو وأعطى إنذار أخير ربما لنتنياهو، الولايات أنا أعتقد أن الضوء الأخضر لبعض الأنظمة العربية بإسقاط مساعدات على غزة. الجوهر أن السياسة الأمريكية تريد إسرائيل قوية، مهما تباينت مع رئيس الحكومة نتنياهو أو مع أي رئيس حكومة آخر، جوهر السياسة الأمريكية يريد إسرائيل كيانا طبيعيا في هذه المنطقة ويضغط من أجل التطبيع، و
ويقدم له الدعم المادي والعسكري والسياسي واللوجستي ويحميه في الأمم المتحدة وأيضا في مجلس الأمن، وأخذ العديد من قرارات الفيتو ضد مشاريع قوانين تدعو لوقف إطلاق النار. وهذه الجماهير اليوم التي تنتفض في يوم القدس تقول للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب الأوروبي: أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه المجازر، أوقفوا هذه الإبادة الجماعية، وافتحوا المنافذ لإدخال المواد الغذائية والتموينية، ولا تسقطوها من المظلات التي تتحول فيما بعد إلى مصائد لأبناء شعبنا الفلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي، ولا تقولوا أنكم ستبنون مرفأ أو عائما في بحر غزة من أجل إدخال المواد الغذائية. افتحوا المعابر، أقصر الطرق أن تفتحوا المعابر الموجودة، في 7 معابر موجودة حول غزة، افتحوها واضغطوا على إسرائيل لوقف هذا العدوان. وفي نفس الوقت اسحبوا قوات الاحتلال الإسرائيلية التي احتلت بعض المواقع في قطاع غزة، وفكوا الحصار، وأطلقوا سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في عملية تبادل الكل مقابل الكل. الموقف الأمريكي موقف يدافع عن مصالحه التي تضررت في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تقدم دور إيران وصمود المقاومة ومحور المقاومة، وأيضا تقدم دور روسيا والصين. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أنظمة طيعة، تريد نظاما إقليميا يحمي مصالحها ويحمي مصالح إسرائيل ويدعمها في إعادة ترميم قدرتها، باعتبارها تريد أن تحكم العالم بشكل أحادي، وهذا الأمر قد فات زمانه. هناك مرحلة انتقالية لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. طيب. وبالتالي أن تقول جملة جد مهمة أن غزة هذه بالمساحتها الضيقة هي أصبحت على مساحة العالم، على مساحة الكرة الأرضية، وضعت القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم باتجاه الحل السياسي الذي لا يستوي إلا بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا اليوم التاريخي الذي نشهده سيكون عاملا ضاغطا، وندعو إلى مزيد من هذه المظاهرات ومن هذه التحركات الشعبية، وأيضا إلى مزيد من دعم جبهات المقاومة، لأن القضية ليست قضية غزة وليست قضية دفاع عن الشعب الفلسطيني، إنما دفاعا عن شعوب أمتنا، وأيضا لمن أجل بناء معادلات جديدة ونظام جديد في هذه المنطقة يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب العربية، ويدفع نحو تحرير ما تبقى من أراضي جنوب لبنان كما تفعل المقاومة، وأيضا ما تبقى من الجولان السوري المحتل. هذا ما تقوله الجماهير اليوم، وما نقوله نحن، وما تقوله قوى المقاومة، وما يقوله الشعب الفلسطيني بشكل واضح لا لبس فيه. هناك وبالتالي كبيرة لا يدر هذا بايدن يقرأ مزاميره في عالم آخر، لن يدر الرماد في عيوننا، هو شريك، هو داعم أساسي للاحتلال الإسرائيلي. جي. ولا يهمنا الخلافات التكتيكية هنا أو هناك، خاصة أيضا التكتيك الذي يقوله أنكم ينبغي أن تجنبوا المدنيين في منطقة رفح آثار أي عملية في هذا السياق. هو يخشى من انفلات الوضع في المنطقة. بايدن سعى بكل الوسائل لتجنيب الجبهات الأخرى، تجنيب إسرائيل أثارة المقاومة في الجبهات الأخرى، ليستفرد بجبهة غزة ثم يعود للاستفراد بكل جبهة على حدة، ولكن هذا التكتيك واضح جدا لدى قوى المقاومة. نعم، تأخرنا بعض الشيء على الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين، هي معنا من أمام حاجز قلنديا. مرحبا بك يا نسرين، تفضلي. مرحبا. نعم، على نسرين هنا على الحاجز العسكري، لأن قوات الاحتلال منعتهم من الدخول عبر هذه البوابات الموجودة خلفي وعبر الحاجز العسكري، منعتهم من الوصول إلى مدينة القدس، رغم أن معظم هؤلاء هم من كبار السن سواء كانوا من الرجال أو النساء. عدد كبير من المواطنين وصل من مناطق شمال الضفة الغربية، حملوا معهم بطاقات الهوية، هناك شيء يسمى البطاقة الممغنطة، وهي يحصلوا عليها عن طريق الاحتلال من أجل الوصول إلى مدينة القدس، جاءوا بها. بعضهم حمل حتى تصاريح تسمح لهم بالدخول إلى مدينة القدس، لكن قوات الاحتلال أعادتهم ولم تسمح لهم بأداء الصلاة في المسجد الأقصى. مرضى، بعضهم مرضى، لكن أراد أن يأتي لهذا اليوم لأنها الجمعة الأخيرة في شهر رمضان، هي ليلة القدر أيضا، فمن يذهب لأداء صلاة الظهر سيبقى هناك ليعتكف ويقضي.
طوال العام من المجلس الأقصى أن نصل في هذا اليوم تحديداً إليه، لكن قوات الاحتلال منعتهم. حسب دائرة الأوقاف الفلسطينية، مالك خالد منعوكي؟ منعوني، مكتوب على التصريح تمت المصادقة على ليلة القدر، هل كان بكل اللي ممنوع تعبري؟ ليش؟ كان فيش ليش تصريح. بس انت استلمت تصريح مزبوط؟ استلمت بكل تمت المصادقة، ما يعني مكتوب على التصريح تمت المصادقة على ليلة القدر، عبرت هل كان بكل اللي ممنوع تعبري؟ من وين انت يا حجة؟ أنا من بيت عنان، من كرة شمال غرب القدس. وجيت تروح تصلي و... ولا شو راح رايح اصلي لا احيي ليله القدر؟ طب مش حرام يحرمهم جنة الدنيا اللي بيحرمونا بيحرموا زياره الاقصى، بس يحرمهم جنة الدنيا البعدين. يعني انتم بتستنوا من السنه كل سنه؟ انا على العمر، انا عمري 56 سنه عمري، مش صغيره يعني، ومعي هويه من مغناطه، وقدمنا طلب على المنسق، والمنسق يعني شو بحكي لي؟ تم مكتوب على الطلب تمت المصادقة على ليلة القدر، يعني أنا لازم أروح، هل كي أنا منعونا؟ كان ممنوع روح الدار بكلي. رأيك هذا قهر بس للناس؟ نعم هيك بيقهروا بالناس؟ ما بكفي ظلم وبكفي ويحلق. نعم حجم القهر، هذا هو حجم القهر الذي يعانيه الفلسطينيون هنا. رأيتم مدى يعني قهر هذه السيدة التي جاءت رغم كبر سنها تريد أن تصل إلى المسجد الأقصى، تريد أن تحيي ليلة القدر، أعادوها لم يسمحوا لها، ستحاول الآن، يبدو أن أحد الصبايا من الهلال الأحمر الفلسطيني سيحاول مساعدة، ربما يسمح لها مجددا بالوصول والدخول عبر هذا الحاجز. لكن مثل حال هذه السيدة هناك العشرات الذين عادوا في مثل هذا اليوم تحديدا، يكون هناك مئات ألاف الفلسطينيين متواجدين هنا على هذا الحاجز، تأتي الحافلات من كل أنحاء مدن الضفة الغربية، لكن في هذا الشهر تحديدا ولأنهم يدركون أن قوات الاحتلال ستنكل بهم وستمنع الكثيرين من الوصول، عدد كبير أحجم عن الحضور، خصوصا أن نتحدث أن مدن الضفة الغربية أصلا عليها العديد من الحواجز، وأن معظم الطرق الرئيسية مغلقة، ومن سيصل إلى هنا تحديدا من مناطق الشمال سيضطر إلى سلوك طرق كثيرة التفافية وربما عبر الجبال من أجل أن يتمكن من الوصول حتى هذا الحاجز فقط، ليس إلى القدس ولكن إلى الحاجز هذا، وبعد ذلك سيذهب في رحلة جديدة إلى مدينة القدس عبر هذه البوابة التي بعدها سيكون هناك ثلاثة حواجز للتدقيق، قد يمر وقد لا يمر، وحتى في مدينة القدس نفسها هناك حواجز عند البلدة القديمة وعلى مداخل المسجد الأقصى. بحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية فإن عدد من أدوا صلاة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى وصل إلى 120 ألف مصلي، معظمهم بطبيعة الحال من مدينة القدس ومن المناطق المحتلة عام 48، بالإضافة إلى عدد قليل ممن تمكن من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس وأداء الصلاة فيها. شكرا جزيلا لك يا الزميلة نسرين سلمي مراسلة الميادين في الضفة الغربية، كنت معنا من أمام حاجز قليندية، وضعتينا بصورة هذه الإجراءات القمعية الإسرائيلية كيف تمارس على الفلسطينيين. ونعود بكم مشاهدينا من جديد إلى العاصمة الأردنية عمان لمتابعة تفاصيل هذه التظاهرات الكبيرة التي تخرج تحت عنوان جمعة الغضب مع مراسلة الميادين هناك الزميلة لنا شاهين. تفضلي لنا، ضعينا بتفاصيل الصورة لديك، أبرز الشعارات التي ترفع أيضا في هذا اليوم. نعم محمد، بالفعل جمعة الغضب وهي تنبثق عن طوفان الغضب الأردني، أطلقوا على هذا الحراك الأخير الذي بدأ خلال شهر رمضان المبارك بطوفان الغضب الأردني، واليوم هي جمعة الغضب. العناوين كثيرة بكل تأكيد، ولكن العنوان الأكبر والأبرز إسقاط وادي عربة ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وإمداد غزة بالجسر البري، هذه هي العناوين الأساسية في اللافتات المرفوعة. أما فيما يتعلق بالهتافات فالهتافات هي هتافات غضب بالفعل على إسرائيل وعلى كل من يدعم إسرائيل، وهناك هتافات أيضا لدعم المقاومة. أود أن أشير محمد بأن هذه الفعالية هي فعالية نهارية، ولكن أيضا هناك في حصار سفارة الاحتلال الإسرائيلي سيكون هناك أيضا فعاليات ليلية لن تتوقف ولن تنقطع هذه الفعاليات من حصار السفارة الإسرائيلية إلى أن يتم وقف هذا العدوان وطرد السفير الإسرائيلي من أرض عمان.
هناك لكن لنا هذه الفعاليات الآن هي يعني ليست بمحيط السفارة الإسرائيلية. نحن نخرج من وسط البلد وهو رمز لكل من يريد أن يعلي صوته وأن يرسل رسائله ومطالبه. لذلك لطالما خلال هذه الأشهر الستة الماضية نحن شهدنا العديد من التظاهرات ومن الفعاليات ومن المسيرات التي خرجت من قلب عمان من وسط البلد وهو رمز لكل من يريد أن يعلي صوته. ولاحقا خلال شهر رمضان وإن كان قبل ذلك حتى محمد السفارة الإسرائيلية محيط السفارة الإسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة يشهد يوميا فعاليات احتجاجية وإن تفاوت عدد المشاركين فيها فأحيانا نجد الأعداد كثيرة أحيانا يتجهون إلى وسط البلد وما إلى ذلك ولكن الرسالة هي تصل هذا المهم هذا ما يريده الأردني أن يوصل رسالته وأن يقول بأنه يقف إلى جانب غزة مطالب أيضا بتسيير جسور برية وجوية إلى قطاع غزة وإن كان بالفعل الأردن يرسل يوميا إن كان من قبل الأردن أو من قبل دول عربية وأجنبية ولكن بالنسبة للأردني هذا لا يكفي رفع الحصار عن قطاع غزة هذا مطلب أساسي وقبل ذلك وقف العدوان بكل تأكيد ومن ضمن الهتافات التي نستمع إليها محمد أمريكا هي على نفس السواء مع إسرائيل هي مشتركة في هذه الحرب هي شريك أساس في هذا العدوان الذي تشنه ولا سيما مع تزويد إسرائيل مؤخرا أيضا بالأسلحة الفتاكة لكي تقتل الفلسطينيين هناك في قطاع غزة هذه هي في المجمل ومع التأكيد بأنه من ضمن هذه الشعارات التأكيد على التواجد في حصار السفارة الإسرائيلية هذا الخيار لن يتنازل عنه على الإطلاق لأنه يعني الكثير والكثير بالنسبة للأردنيين لا علاقات مع إسرائيل لا سفير إسرائيلي على أرض الأردن لا اتفاقية الغاز لا لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء لا للجسر البري ونعم كل الدعم لغزة ولصمود غزة ونعم لدعم المقاومة وهذا مطلب أساسي حتى من ضمن الهتافات التي نسمعها مرارا وتكرارا يطالبون بفتح الحدود يطالبون بإعادة تفعيل الجيش الشعبي بإعادة خدمة العلم الأردن في خطر هكذا هم يرون الأردن في أطماع إسرائيل في عيون إسرائيل وأطماع إسرائيل الأردن ليس في منأى عن أطماع إسرائيل وعن خطر إسرائيل محمد. شكرا جزيلا لك يا زميلة لنا شاهين مراسلة الميادين كنت معنا من عمان ونعود لبغداد معك دكتور هاشم يعني تحدثنا عن أهمية هذا اليوم وأنت الآن تحدثنا من العراق ونتحدث عن جبهة الإسناد العراقية وأيضا تحدثنا عن فعلها وعن طبيعة الأهداف التي استهدفت ما مستقبل هذه الجبهة التي تنطلق من العراق وأيضا ما أهمية هذه الجبهة اليوم في المعادلة لعلنا في هذه المرحلة وتحديدا بعد طوفان الأقصى أظهرت الأمة قدراتها بشكل كامل وأيضا أظهرت التزامها مع فلسطين ومع شعب فلسطين وحدة الساحات التي كانت شعارا أصبحت تطبيقا عمليا وحضورا فاعلا وفي الجبهة العراقية تحديدا فصائل المقاومة الإسلامية العراقية كان لها الحضور الكامل في هذا المجال وهي لا زالت في هذا الأمر بشكل كامل وواحدة من الأمور المعلنة هو وقف العدوان على غزة الأمر الأساس والمؤكد أيضا أنه اليوم التفاعل في الجبهة العراقية هو تفاعل كامل وحضور كامل ليس على المستوى المقاومات فقط وإنما على المستوى الشعبي الذي كان مستمرا منذ عقود وأيضا على المستوى السياسي أغلب الفعاليات السياسية إن لم أقل جميعها هي حاضرة وفاعلة ويوم القدس في العراق وليس يوما واحدا وليس الجمعة الأخيرة
من شهر رمضان المبارك، ليس فقط هذا اليوم، وإنما كنا على مدى قبل 3 أيام وأكثر كان هنالك فعاليات ولقاءات وندوات ومشاركات لإحياء هذا اليوم، وأيضا لاستذكار طوفان الأقصى الذي هو انطلق بشعار هنا طوفان الأحرار. وعلى اعتبار أيضا في هذا العام تحديدا الأحداث وصمود أهل غزة وبطولتهم وهذه القدرة الأسطورية في الصمود هو جعل الجميع أمام مسؤولية. أولا هو لم يعطي عذرا لمن كان يريد أن يتذرع بأي شيء، هذا أولا. الأمر الثاني أنه في هذا العام تحديدا تحقق البعد الإنساني بأعلى صوره، وهو هذا الذي كان يراد في حضور البعد الإنساني في القضية الفلسطينية منذ إعلان يوم القدس. لأن اليوم قد يجد البعض في أي وقت من الأعوام السابقة بأنه لا يتفق سياسيا، لا يتفق جغرافيا، أو أنه له وجهة نظر أخرى، أو أنه له تفسيرات وتأويلات في الأحداث، لكن اليوم واضح بأن من يمتلك الإنسانية لابد أن يقف مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني ويرفض حرب الإبادة التي تمارسها الماكينة الصهيونية الأمريكية على شعب غزة. وأيضا هذا الأمر في الساحة العراقية كان واضحا جدا. اليوم لعله الفعاليات هي فعاليات متعددة في كل المدن العراقية، كان هنالك مشاركات وفعاليات، واليوم أيضا ستكون هنالك فعاليات متعددة. وهذه الفعاليات أيضا أنا أشرت إلى حضور المقاومة الإسلامية ودورها، وأيضا إلى الحضور الشعبي والذي هو بشكل كبير جدا. وأيضا واضح دكتور أنه سنة بعد أخرى أو عام. وأيضا لا ننسى أن الجانب الرسمي الرسمي الحكومي والجانب الدولة العراقية ولعله كان الأوضح في نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني والموقف من العدوان على غزة في الإعلانات الرسمية، وأيضا في الحضور المؤتمرات كان الخطاب العراقي خطابا واضحا مباشرا صريحا ومسؤولا في هذه المرحلة. واضح. الآن سنتابع هذا التقرير ونعود للحديث معكم ضيفينا الكريمين، حيث مع ملحمة طوفان الأقصى عادت فلسطين وقضيتها إلى صدارة الاهتمامات المحلية والدولية، فكيف يترجم التضامن مع فلسطين قبيل يوم القدس العالمي؟ وأين برزت جبهات الإسناد لغزة؟ مهدي ديراني والتفاصيل. بينما تواصل إسرائيل سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة الصامد منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، يزداد حضور فلسطين بقضيتها ورمزيتها بشكل أكبر مع حلول أسبوع القدس العالمي، ففلسطين ليست وحيدة. التضامن مع فلسطين ترجم نهجاً عملياً على أرض الواقع مع ملحمة طوفان الأقصى، لاعتبارها شكلت منصة لعودة القدس والقضية إلى صدارة الأحداث والاهتمامات في المنطقة والعالم. مشهد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القطاع أعاد تفعيل موجات التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الدول العربية والغربية على حد سواء، تضامن ترجمته جمهورية جنوب أفريقيا بامتحان شفافية عدالة القضاء الدولي أمام العالم أجمع. جبهات الإسناد أفقدت الاحتلال عامل المفاجأة ووضعته في مواجهة مع قوى مختلفة، وأرخت بظلالها على الداخل الإسرائيلي الذي يعيش حالة من التخبط. فمن جنوب لبنان كان قرار المقاومة الإسلامية حاسماً بعديدها وعتادها، وهي شكلت إسناداً فاعلاً لغزة، هو إسناد ربط وحدة المسار بين مختلف فصائل المقاومة في غزة والضفة والعراق وسوريا وصولاً إلى اليمن، فكانت وحدة الساحات بالموقف والسلاح والدم.
يوم القدس العالمي يأتي كل عام ليؤكد وحدة فلسطين أرضاً وشعباً وقضية، ووحدة ساحات المقاومة التي تخوض معركة واحدة على جبهات متعددة، ملتزمة بإيمان لا يتزعزع بوجوب تحرير فلسطين، كل فلسطين. نعود الآن لضيفنا في الاستوديو الأستاذ علي فيصل. يعني تابعنا تقرير الزميل مهدي حيث هذه الأهمية والمركزية والرمزية ليوم القدس العالمي، خصوصا وهو يتزامن يعني حتى في وضع إسرائيل تخسر به الكثير على الصعيد الدولي من سمعتها التي رسمتها، وأيضا دولة مارقة خصوصا بعد حادثة استهداف القنصلية. وأيضا نريد أن نسألك عن أمر تحدثت قبل قليل عن تغيير النظام الدولي، عن بروز دور وأدوار لروسيا للصين لإيران في هذا النظام الجديد، لكن أيضا فلسطينيا على الصعيد السياسي ما الذي ينبغي أن يتغير تزامنا مع هذه التطورات المهمة في فلسطين؟ أولا على المستوى الفلسطيني التغير الجوهري يجب أن يتم من خلال تطوير أشكال المقاومة خاصة في الضفة الفلسطينية المحتلة، لأن الضفة الفلسطينية فيها مخزون بشري وفيها كتائب مقاومة مهمة في هذا الأساس، والقدس تقع في قلبها، وبالتالي هذا الجهد المبذول وهذه التضحيات الكبيرة وصلت إلى 8000 معتقل و450 شهيد وحركة يومية، تحتاج أيضا إلى غطاء وتغطية ودعم من القيادة الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية. الأمر الثاني المهم في هذا السياق هو طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية انطلاقا من آخر ما اتفقنا عليه في حوار موسكو، البيان الشهير الذي صدر بالذي يحدد خطوط أساس للعلاقات الفلسطينية الداخلية، بما يعني التركيز على وقف العدوان، فك الحصار، انسحاب قوات الاحتلال، إطلاق سراح المعتقلين، إعادة إعمار القطاع، والاتفاق على حكومة توافق وطني في وإطار وطني جامع في مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة يعني تطوير أشكال المقاومة الفلسطينية، إعادة إنعاش منظمة التحرير الفلسطينية من جديد لتكون جامع لكل هذه على قاعدة واستراتيجية ما أقره المجلس الوطني، إلغاء كل الاتفاقات والالتزامات بين السلطة ومنظمة التحرير ودولة إسرائيل، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، تطوير أشكال المقاومة، تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، الحماية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، محاكمة إسرائيل، وبالتالي دعم دعوة دولة جنوب أفريقيا بقرارها الجريء لمحكمة العدل الدولية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن احتوائه أو ممارسة الضغوط واتخاذ إجراءات عقابية بحق جنوب أفريقيا سياسية دبلوماسية أو حتى اقتصادية. أيضا مطلوب من الجانب الفلسطيني توسيع دائرة المعركة الدبلوماسية على الصعيد الدولي، بما يعني طرح جاد لطرد إسرائيل من كافة المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة، من أيضا البرلمانات الدولية والشبكات البرلمانية الدولية، وبالتالي إحكام الحصار وإعلاء شأن المقاطعة الاقتصادية، لأن هذا من شأنه أن يرتقي بجبهة المساندة العالمية على المستوى الشعبي وأيضا على مستوى المقاطعة وأيضا على مستوى مواجهة التمييز العنصري، وهذا محور عمل هام في هذا السياق. لكن الجوهر يبقى في تعزيز قوى المقاومة، في توحيد خيار المقاومة، في اعتماد المقاومة خيارا رئيسيا بكل أشكالها الشعبية والعسكرية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية، لأنها الضاغط الأكبر على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان، وأيضا عدم الرهان على السياسة الأمريكية وعلى أي حلول أمريكية، لأن أمريكا أصبحت شريكا واضحا في العدوان، وهي التي تحمي إسرائيل في كل المحافل الدولية. وأيضا على المستوى العربي بات مطلوبا خطوات عربية جدية
إذا كان البعض من العرب يراهن على أن أمريكا وإسرائيل ستحميه فإسرائيل الآن لا تستطيع أن تحمي نفسها، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليست أولويتها حمايتهم بل تطويعهم لصالح حماية نفسها، وأمريكا لم تستطع أن تحمي عملائها في أفغانستان، ولم تستطع أيضا إسرائيل أن تحمي عملائها في جنوب لبنان، وكذلك المصلحة الأمريكية الرئيسية هي إسرائيل قوية، وبالتالي توظيف الكل في خدمة هذا الهدف. ولذلك نحن في حالة ضرورية من أجل وحدة وطنية حقيقية في الشارع الفلسطيني، نعم. توحد كل جبهات الشعب الفلسطيني ومساحات ومكانات تواجده في هذا السياق، وبالتالي الترفع عن أي مصالح فئوية أو شخصانية أو حزبية، خاصة أن المعركة طويلة. نتنياهو في مأزق ويريد إدامة عمر المعركة ويوقع الخسائر الكبيرة لأن مستقبله الشخصي والسياسي فيها مهب الريح، وبايدن يريد أن يوظف هذه المعركة في خدمة عودته إلى الإدارة الأمريكية مرة أخرى وفي خدمة الحفاظ على مصالحه. طيب. وبالتالي الإدارة الميدانية والإدارة السياسية هامة. سياسيا ما نتابعه الآن هذه التظاهرات الكبيرة في يوم القدس العالمي وجميع هذه التظاهرات تعطي زخما للفاعل السياسي الفلسطيني؟ بالتأكيد هذه التظاهرات تعطي زخما ليس فقط معنويا إنما ماديا ملموسا للشعب الفلسطيني، وتعزز من صموده وثباته خاصة لأبناء قطاع غزة، لأنهم يواجهون كارثة بشرية بكل معنى الكلمة، يواجهون إبادة بشرية تستأصل الإنسان. هذه حرب استئصالية وليست حرب بين طرفين، هناك حرب تقوم على أساس استئصال وجود الشعب الفلسطيني، تهجيره، عملية الترانسفير كاملة في إطار ما قيل عنه حتى في صفقة القرن، أنه يريدون أن يوسعوا قطاع غزة في سيناء ليبنوا منطقة حرة ودولة إمبراطورية، وأيضا ترحيل أبناء الضفة إلى الأردن لبناء وطن بديل. نحن لا نفتش عن وطن، هذا وطننا، هذه أرضنا، هذه عاصمتنا، في يوم القدس نجدد صلتنا بها. الكثير من الوقت، نريد أيضا أن نعطي للدكتور هاشم في بغداد، هل يمكن دكتور أن نصف اليوم الواقع الذي تعيشه إسرائيل خصوصا بعد ضربة 7 أكتوبر وجميع ما خسرته إسرائيل خلال هذا العدوان على قطاع غزة، والشارع الذي يتظاهر في الغرب ضد الجرائم الإسرائيلية، والمظاهرات الآن في يوم القدس العالمي وهذه الشعارات التي ترفع ضد إسرائيل، وحتى ما خسرته سياسيا، كيف يمكن أن نصف اليوم واقع إسرائيل وواقع نتنياهو؟ هذا الكيان منذ أن أوجد أحيط بمجموعة من الأكاذيب والتهويلات والخدع التي أريد أن تمارس على الآخرين في سبيل إحباطهم أو إضفاء هالة غير حقيقية على هذا الكيان. الأفعال المقاومة والبطولية هي التي كشفت حقيقة هذا الكيان الذي وصف بأنه غدة سرطانية لابد أن تزال، وأيضا الفعل البطولي وطوفان الأقصى كشف بأن هذا الكيان هو فعلا نمر من ورق وأنه إلى زوال كما كان يقول قادة محور المقاومة، وأن استشعار الخطر الوجودي أصبح اليوم يتحدث به المستوطنون والمستعمرون أنفسهم بشكل واضح، والآن الحديث على أن لا دولة تبقى لإسرائيل أكثر من 8 عقود والتفكير بالمغادرة الحقيقية، تراجع معدلات الهجرة بشكل كامل، هذه كلها مؤشرات حقيقية. والأهم من هذا أنه الأكذوبة التي كانت تصور بأن إسرائيل قوية وإنها قادرة على أن تحمي من يتواجد فيها من الإسرائيليين واليهود، وأيضا بأنها هي الأقوى وإنها القادرة على أن تصل إلى الآخرين دون أن يصلوا لها، هذه كلها انتهت. اليوم لا توجد نقطة في الكيان حيثما يتواجد أي مستعمر أو مستوطن إلا وتصله ضربات المقاومين
سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو في دول المحور في وحدة الساحات، وهم يستشعرون هذا الأمر. أيضا حتى الدعم الأمريكي الذي كان يشار على أنه دعم حاسم ودعم ضامن لوجود الكيان أصبح اليوم هو في مشكلة حقيقية مع هزيمة لهيبة أمريكا التي تتلقى الضربات طيلة الأشهر الماضية بشكل مباشر، وهي التي عجزت على أن تفك الحصار الذي فرضه. لكن دكتور هاشم، هناك من يقول كلا العكس، يعني أمريكا هي من تدير اللعبة، هي من تتحكم حتى بإسرائيل، هي من تتحكم بالجبهة. هذا لا يخفى، وقلنا بأن الأمريكان كانوا مشاركين ويديرون الحرب بشكل كامل، بل أرسلوا قوات في بداية الأمر. ولكن هذا الأمر الأمريكان أيضا اليوم أصبحوا يستشعرون بأن أمريكا التي لم تضرب بهذا العدد وبهذه الضربات وبهذه القوة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، هي عاجزة الآن أيضا عن إيقاف هذه الضربات، وتلجأ اليوم إلى الجهود السياسية. وحتى ما كانت تتوعد به الشعب اليمني هي فشلت حتى فيما أسمته بالتحالف لفك الحصار. وبالتالي اليوم أمريكا هي في حالة تراجع، وهذا التراجع ينعكس على قدرتها على دعم الكيان. والأصوات التي كانت تخرج قبل أعوام من الأمريكان أنه إلى متى نستمر في دعم كيان لم يستطع أن يتعايش مع محيطه على مدى 7 عقود، اليوم هنالك أصوات أعلى تقول بأن إسرائيل أصبحت تكلف أمريكا ليس فقط اقتصاديا أو سياسيا، وإنما على مستوى هيبة أمريكا كقوة عظمى أصبحت اليوم تستشعر بأنها لم تعد كما كانت في السابق تلوح فيطيعها ويخشاها الآخرون. اليوم أمريكا هي في وضع حرج لأن لم تستطع مع الكيان الإسرائيلي أن تمرر أي من التهديدات والوعود التي كانت تطلقها منذ يوم 7 أكتوبر إلى يومنا هذا. فحقيقة أنه اليوم خطر وجودي على الكيان أصبح أمرا يدركه الجميع ويستشعره الجميع، ولعل ما كان يقوله قادة المقاومة من أن إسرائيل إلى زوال، وهذا ما قاله الإمام الخامنئي، أصبح الآن ليس فقط الأصدقاء يؤمنون به، بل حتى الأعداء أيضا أصبحوا يؤمنون بأن هذا الأمر أصبح قريب، بل قريب جدا. شكرا جزيلا لك دكتور هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من بغداد. الشكر موصول لك. الأستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. شكرا لك. مشاهدينا، الآن نسلم الزميل أحمد شلدان في استديوهات الميادين، سيكمل معكم هذه التغطية. إليك أحمد. شكرا لك محمد.